بعد أن فقد الاتصال به يوم الثلاثاء عقب سماع دوي قذيفة صاروخية مجهولة المصدر تسقط ظهرا في بلدة معربون المتاخمة لبلدة سرغاية السورية، عثر على حكمة عبد الرؤوف موسى مواليد 1972 جثة هامدة في خراج البلدة، فيما بدا على وجهه وجسده آثار شظايا. وفيما حضرت الأدلة الجنائية في الشرطة القضائية وكشفت على المكان، عمد الطبيب الشرعي على الكشف على الجثة. أما أهالي البلدة وعائلة موسى الذين فجعوا بالخبر فاستنكروا ما حصل وطالبوا الأجهزة الأمنية بتحمل مسؤولياتها. نحن ضيقتنا معزولة عن البشر نهائي، مش عم نشوف حدا. هلأ نحن ضيقتنا كلها على أساس إنه دولة، بس وين الدولة؟ زلم يطلع على أرضاته لنقي أرضاته استهدفه من أي جهة بعرفش، بس أنا اللي بدي إياه بدي أعرف من أي جهة، إن كان من جهة لبنانية أو من جهة سورية أو من تكفيري أو من إرهابي، بدي أعرف من وين. بدنا نعرف يا خيي، بدنا نشوف هالدولة وين هي. حدودنا مسكرة مش مثل حدود أرسال مفتوحة، حدودنا مسكرة من زمان مو من هلا. مسكرة بالدولة مسكرة. وبمشاركة أهالي البلدة وفاعلياتها انطلق موكب تشييع موسى من أمام منزله وصلي على جثمانه ثم وري في الثرى في جبانة البلدة.